animals. They're Muslims too. So let's watch out what you do. Cruelty to them will make you lose. Say 8 standard boys in a skit. Al-Kitul Mehfooz. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ما هذا يا عبد الرحمن؟ لما تضع القطة في الصندوق الخشبي؟ إنها قد تضيف أضعها حيثما أشاء لكن القط لا تعيش في الصناديق الخشبية دعها مشانها بل دعاني أنت مشاني يا أسامة ما الذي يدوق الحديث معنا في هذا الموضوع؟ ابتعد عني رجلا وأنت من لشؤونك حسنا حسنا ولكن هذا أطعمتها ماذا؟ أطعمتها؟ ولماذا أطعمها؟ تحبسها ثم تقول لماذا أطعمها؟ إنها جائعة وما يدريك أنها جائعة؟ منذ متى؟ وأنت تضع في هذا الصندوق؟ منذ مساء الأمس وهل سقيتها الماء؟ لا لم أسقيها ماء ماذا؟ تحبس القطة منذ البارحة ولا تطعمها ولا تسقيها ألا تغضب الله؟ وماذا فعلت حتى تقول هذا الكلام؟ قطة أعجبني لونها وشكلها فوضعتها في صندوق كي أتأملها ماذا توجد في هذا الصندوق يا عبد الرحمن؟ لا شيء يا شيخنا لا شيء بل هي قطة يا شيخنا وهو لم يطعمها ولم يسقيها منذ البارحة جلس أنت يا أسامة أريد من عبد الرحمن أن يجيب أن في هذا الصندوق قط نعم يا شيخ ولكن أنا لم أعذبها هل أطعمتها وسقيتها شيء؟ لا يا شيخنا منذ متى توجد هذه القط في الصندوق؟ منذ البارحة إذن أنا تريد أن تدخل النار؟ ماذا؟ النار؟ لماذا يا شيخ؟ تعرف لماذا؟ لأنك لم ترحم القط ومن لا يرحم لا يرحم والله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن والرحيم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمة هل تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أن يعذب الحيوان؟ ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة فعلت مثل ما فعلت أنت دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ولم تدعمها ولم تدعها لتأكل من خشاش الأرض وما هي الهرة؟ الهرة تعني القط أي إن المرأة ربطت القط ولم تدعمها ولم تدعها تذهب لتأكل من خشاش الأرض ولكن أنا لم أقصد أن أوذي القطة أبدا أنا وافق يا بني من حسن نيتك لأنك لا تريد الشر لهذه الحيوان الضعيف ولكن واجب أن لا تحرمه من طعامه وشرابه من اسمك عبد الرحمن أي عبد الله الذي يرحم جميع المخلوقات فواجب أن تكون رحيما والآن يا عبد الرحمن ماذا ستفعل بهذه القط؟ أولا سأسقيها بعض الماء ثم أطيقها جرها في حال سبيلها أحسنت يا بني أحسنت وتذكروا إن رحمة خلق إسلامي أصيل